من ميتشيغان ينضم إلينا زميلنا مراسل القاهرة الإخبارية زميل ياسر نور الدين. ياسر، قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع في ميتشيغان، كيف تبدو الأجواء الآن؟ قالت التحية لك أحمد وللسادة المشاهدين. يعني الأجواء هي انتظار في الأمطار الأخيرة لهذا السباق والاستحقاق الانتخابي. كان كلا المرشحين أحمد كانوا قد جاءوا إلى ولاية ميشيغان، وتحديدا في ديترويت وكذلك أيضا في ديربون. ديربون وديترويت هما مدينتان يقطن بهم العرب والمسلمون في يعني حوالي 490 ألف نسمة من العرب، وهذا ما يعني يؤكد على أهمية الأصوات العربية بشكل عام. هذا الاستقطاب جاء بعد أن يعني منذ 5 أيام تقريبا جاء دونالد ترامب وتحدث مع الناخبين، واستطاع أن يقتنص بعض من التأييد من رجال الدين وكذلك الأئمة. أما كامالا هاريس أيضا جاءت قبل يومين لتلحق بما فعله ترامب، وبالفعل جاءت وزارة كنيسة وأيضا أخذت على نفسها نفس العهود تقريبا التي قطعها ترامب على نفسه من أنه سوف يقوم بإحلال السلام في الشرق الأوسط، خاصة إنهاء الحرب في غزة وكذلك الحرب في لبنان. الجميع يعني من مشاهداتي العرب هنا لهم من الوعي السياسي الكبير. العرب هنا ليس فقط وعيا سياسيا بالانتخاب في الانتخابات الرئاسية، ولكن كما تعلم معي أحمد فإن هناك انتخابات في نفس التوقيت للجان انتخابية في مجلس النواب والشيوخ وكذلك أيضا مجالس التعليم في الولاية. الانتخابات بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبدأ مبكرا، سوف تبدأ من الساعة الخامسة صباحا، بل هي بدأت بالفعل الساعة الآن حوالي الخامسة والنصف وأربع دقائق. أول ولاية فتحت أبوابها منذ 34 دقيقة هي ولاية فيرمون، كذلك في الساعة 6 صباحا أي بعد أقل من نصف ساعة سوف تكون ولايات كنتيكت ومين ونيويورك ونيوجيرسي وكذلك فيرجينيا سوف يقوم بفتح أبوابهم في تمام الساعة 6 صباحا. بعد ذلك سوف نعم ياسر، بالنسبة لذكرك الأقلية العربية في الولايات المتحدة، ربما سعت هاريس في ويسكونسن مثلا لجذب أصوات الناخبين العرب، سعت ترامب أيضا في ولايات أخرى لنفس الشيء، كيف تبدو تفاعلات الجالية العربية أو الأقلية العربية الأمريكية والأقلية المسلمة عموما في تفاعلها مع هذه الانتخابات وارتباطها بقضايا الشرق الأوسط؟ نعم أحمد، هذا سؤال غاية في الأهمية، حيث ولاية ميشيغان على سبيل المثال التي أنا بها الآن، هذه الولاية لها من التأثير في الأصوات العربية بمكان في الانتخابات الأمريكية، ولكن هذه الأصوات مفتتة ومشتتة، بمعنى أنها على الرغم أن ترامب قد فاز بميشيغان وفاز بالانتخابات الأمريكية في العام 2016 بفارق أصوات ضئيل للغاية وهو أقل من 11 ألف صوتا، إلا أن هذه الأصوات الآن ليست مقتنعة تمام الاقتناع بأن ترامب هو الحل والرهان الأكبر أو الحل السحري للقضاء على الحرب في غزة، وكذلك ولذلك لن تقدم هذه الولاية الأصوات العربية والكتلة العربية لن تقدم أصواتها جميعها إلى ترامب. بالنسبة لكامالا هاريس هو الوضع متشابه جدا، حيث أنهم أيضا بعض منهم يقولون بأنها جزء من هذه الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة والتي فشلت في وقد هذه الحرب في غزة والآن في لبنان أيضا واليمن، هذه الإدارة ليست جديرة بل لها من العقاب من أصواتنا العربية، فلن نقوم بإعطاء هاريس. هذه مجموعة من الذين قالوا لن نعطي أصواتنا إلى هاريس. بعض من هذه الأصوات العربية المفتتة أحمد سوف تذهب إلى جيلستاين كما قمت بالتحدث معهم،
وقالوا أننا نعلم بأنها لن تفوز بالانتخابات الأمريكية وهي مرشحة حزب الخضر. نعم مرشحة حزب الخضر، ولكنهم قالوا ولكن لدينا ضمير إنساني وعربي، حيث أن هذه السيدة هي الوحيدة التي تقف مع القضايا الشرق الأوسط والقضايا العربية، حتى أنها ارتدت في جولاتها الكوفية الفلسطينية. هذا ما جعل الأصوات المهمة تقوم بالتشتت، وهذا ما شاهدته بنفسي حتى في التصويت المبكر الذي انتهى قبل أمس هنا في ولاية ميشيغان. يعني كي يفهم المشاهد حجم الأقلية المسلمة عموما في الولايات المتحدة، يقدر عددهم حسب مركز بايو في عام 2017 بنحو 3.5 مليون ناخب، وربما سيزداد هذا العدد كثيرا ليصبح الأقلية الأولى في الولايات المتحدة بعد الأقلية من الديانة اليهودية في عام 2040، وربما في عام 2050 سيصل عددهم إلى 8 ملايين شخص. هذه الكتلة المؤثرة الآن غير مؤثرة في جانب بايدن ترامب أو هاريس كما تقول ياسر، بالتالي يعني الذي يعول عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في التأسيس لجذب هذه الأقليات في المراحل المقبلة من الانتخابات؟ أحمد يعني نتفق سويا بأن هناك تشتيت، لكن الآن 490,000 صوتا أو نسمة، منهم قد يزيد عن 70% منهم من يحق لهم الانتخاب، حتى مع التشتيت قد يكون لهم من التأثير بمكان، ما زال التأثير موجودا، حيث أن كما ذكرت لك ترامب في 2016 فاز بأقل من 11,000 صوتا، والآن نتحدث عن 490,000 صوتا. في 2020 بايدن فاز بميشيغان بحوالي 150,000 صوت. إذا ما زال التأثير موجودا، وهذا ما جعل يعني هاريس وترامب يأتون إلى هنا والنواب الخاصين بهم حتى اللحظات والأمطار الأخيرة. لكن بالنسبة للقضايا التي يعني حاولوا بها كسب ود هذه الكتلة العربية والمهمة، قضايا الشرق الأوسط والحرب، ما طلبه أو ما يطلبه هؤلاء العرب والمسلمون هو أول هذه الطلبات، هي فقط القضاء على هذه الحرب المسعورة في غزة وفي لبنان. وحتى طالبوا الكتلة العربية طلبت من ترامب وهاريس على حد سواء أن يقضوا على الحرب في أوكرانيا كذلك. ياسر ترامب من تيم واليز ونائب هاريس في هذه الانتخابات حذر من انقسام أمريكي واضح، كيف يتبدى هذا الانقسام قبل ساعات من ذهاب الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع؟ هو يعني هذه فقط بعض الجمل الإنشائية. الانقسام موجود، الانقسام موجود في الحزب الواحد، والتخوف من أي من يعني حدوث اضطرابات موجود. هي فقط يعني أن يتحدث الرئيس السابق دونالد ترامب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية محتلة، وأن في 5 نوفمبر بعد أن أفوز بهذه الانتخابات سوف أسترجع هذه الدولة المحتلة، أن يكون في واشنطن يكون قبل يومين هناك سياج حديدي تقوم به الحكومة بوضعه حول البيت الأبيض، وسياج حديدي آخر حول مقر نائبة الرئيس كاميلا هاريس، وكذلك المحال والشركات التي لها واجهات زجاجية أن تقوم بغلق هذه الواجهات في ألواح خشبية. كل هذا يعني يبين بأن الصورة هناك انقسام، وهذا الانقسام يعني هناك تخوف من أن يكون هناك اضطرابات ما بعد هذا الانقسام. الانقسام موجود حتى في الفئات المختلفة، حيث أن الانتخابات الأمريكية أحمد لا تذهب إلى جموع الشعب الأمريكي، بمعنى أنه تستقطب فئة بفئة لتكون في النهاية يعني لصالح مرشح بعينه. هناك فئة النساء، فئة الشباب، فئة من يعيشون في السجون، فئة يعني الذين يعملون في المصانع هنا على سبيل المثال في ميشيغان،
فئة المسلمون، فئة غير المسلمون، يعني كل هذه الفئات يتم استقطابها واحدا تلو الآخر، وهي فيما بينها مقسمة، حيث أن هذه الفترة هي فترة صعبة للغاية على العالم أجمع. نتحدث عن اقتصاد، حتى إذا ما انسحب هذا يعني الاقتصاد على الاقتصاد في ميشيغان، هناك منذ 10 سنوات أو يزيد، ميشيغان هي الولاية الأولى في صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تعطل في مصانع كثيرة، هناك يعني أجور هزيلة، وهذا ما وعده ترامب بأنه سوف يصلح كل هذا عندما وعد الولاية بأن سوف يرجعها إلى سابق عهدها عندما كانت من الولايات الأغنى في الولايات المتحدة الأمريكية. من ميشيغان زميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيل الشكر، سنبقى معك بالتأكيد طوال ساعات هذه الانتخابات الأمريكية.